السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهارده عن درس التطابق. نبدأ مع بعض كده نشوف تطابق قطعتين مستقيمتين. تتطابق القطعتان المستقيمتان إذا كانتا متساويتين في الطول. يعني لو عندنا في قطعتين مستقيمتين وطول القطعة المستقيمة الأولى بيساوي طول القطعة المستقيمة الثانية، في الحالة ديت بيبقى القطعة المستقيمة الأولى بتطابق القطعة المستقيمة الثانية. تطابق زاويتان. امتى الزاويتين بتتطابق؟ بيقول لك تتطابق الزاويتان اذا كانتا متساويتان في القياس. يعني لو قلنا القطعتين المستقيمتان تطابقوا لما كان طولهم متساوي، طب الزوايا تتطابق لو كان قياسها متساوي. طب المضلعين، المضلع اللي هو عباره عن شكل هندسي مكون من اضلاع وزوايا، يتطابق المضلعان إذا وجد تناظر بين رؤوسهما بحيث يطابق كل ضلع وكل زاوية في المضلع الأول نظيره في المضلع الآخر. يعني مضلعان متطابقين إمتى؟ لما يكون كل حاجة في المضلع الأول بتساوي أو بتطابق كل حاجة في المضلع الثاني بالنسبة للأضلاع وللزوايا. لو بصينا الشكل اللي قدامنا عندنا مضلعين، المضلع الأول اسمه د ج ب أ ه، المضلع على اليمين. المضلع على الشمال المضلع اسمه س ص عين ميم لام. امتى المضلع الاول يطابق المضلع الثاني؟ لو كل حاجه في المضلع الاول تطابقت او تساوت مع كل حاجه في المضلع الثاني ما بين الزوايا وما بين الاضلاع زي ما وضح قدامنا بالرسم. بس ناخد بالنا ان لازم كل زاويه تطابق او كل ضلع يطابق نظيره في المضلع الثاني. طيب بالنسبه لتطابق المثلثات، احنا عندنا المثلث هو عباره عن مضلع بس يعتبر حاله خاصه شويه من المضلع عشان هو مكون من ثلاث اضلاع ومن ثلاث زوايا. حالات التطابق بالنسبة للمثلثات، الحالة الأولى ضلعان وزاوية محصورة. يتطابق المثلثان إذا تطابق ضلعان والزاوية المحصورة بينهما في أحد المثلثين مع نظائره مع نظائرها في المثلث الآخر. دي الحالة الأولى لتطابق المثلث. يعني لو بصينا كده للرسمة اللي قدامنا هنلاقوا إن في مثلثين، مثلث اسمه أ ب ج، مثلث اسمه د ه واو. الضلعين اللي بيساووا بعض أ ب بيساوي نظيره ده اله، الضلع الثاني ب ج بيساوي نظيره ه واو. الزاوية المحصورة هنا ب، الزاوية المحصورة هنا ه. في الحالة ديت المثلث الأول بيطابق المثلث الثاني لتوافر حالة التطابق الأولى. طيب الحالة الثانية، يتطابق المثلثان في حالة وجود زاويتان وضلع واصل بين رأسيهما. يعني يتطابق المثلثان إذا تطابقان والضلع الواصل بين رأسيهما في أحد المثلثين مع نظائرها في المثلث الآخر. يعني الحالة الأولى اتكلمنا عن ضلعين وزاوية ونشرت إن تكون الزاوية محصورة، الحالة الثانية اتكلمنا عن زاويتين وضلع واصل بين رأسيهما. طيب الحالة الثالثة تطابق. ثلاث أضلاع، تطابق المثلثان إذا تساوى أطوال أضلاع المثلث الأول مع نظائرها في المثلث الآخر. يعني المثلث والمثلث الثاني إمتى تطابقوا؟ لو كان الثلاث أضلاع في المثلث الأول بيساوي النظائر في الطول طبعًا مع المثلث الثاني. إحنا كده إتكلمنا عن حالات التطابق سواء كانت الحالة الأولى أو الحالة الثانية أو الحالة الثالثة لتطابق المثلثات. وعرفنا قبلها ازاي اطابق قطعتين مستقيمتين، وعرفنا برضو ازاي اطابق مضلعين. الفكرة كلها في التطابق وجود تساوي الاطوال بين اي قطعة مستقيمة اخرى او تساوي قياسات الزوايا بين اي زاوية وزاوية اخرى. انها بالنسبة للمضلع لازم كل حاجة في المضلع الاول تساوي كل حاجة في المضلع الثاني. بالنسبة للمثلث اتكلمنا عن الحالة الاولى والحالة الثانية والحالة الثالثة. نبص مع بعض كده على سؤال المتفوقين. السؤال بيقول أكمل، يتطابق المثلثان إذا تساوى طول نقط وقياس نقط في المثلث الأول مع
مع نقط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.